بصي بقى يا دعاء، حاجات الفرايح كده. قولي. انا بحب قوي الحاجات دي. يعني انا بحب قوي بابا نويل، الحاجات اللي هي الشجره بتاعه الكريسماس. والناس بقى تقعد تقول لك ايه، على فكره اللي انت بتعمليه ده حرام. انا مقتنعه انه يعني الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه حرام، لا انا يعني بصلي لهم ولا يعني بقرا لهم ولا كده. انا بحب الشكل الحاجات دي، بحب النور والحاجات الدباديب والحاجات اللي لونها احمر وحاجات كده. وبما اننا يعني بنحتفل ببدايه سنه جديده، لا هو احنا زي ما بنحتفل برضو بالسنه الهجريه وبنحتفل بالسنه الميلاديه، انا جبت لك حاجه. ايه ده؟ لا مش هديكي القلم اكيد يعني. جبتي ايه؟ طب استني، طب استني اقول في الجزئيه دي. طب اقول الجزئيه. جبتي لي ايه؟ جبت لك حاجه. طب مش اتفرجي بس. لا الجزئيه انا دايما بقول لما، عشان انا مثلا لو خلاص مصر كلها محطوط فيها شجر في كل حته، شكل الشجره يجنن ويفرح. فاجي انا وعيالي نقف جنب الشجره تلاقي التعليقات مرعبه. يا جماعه مرعبه يا اخوانا، هي شجره، ربنا خالق حاجه اسمها شجره، لا هي اكتر ولا اقل، احنا واقفين جنب شجره. فالموضوع التوصيف اللي في دماغكم مش في دماغنا. انا واقفه جنب شجره، دي كوره، دي دبدوب، بوكس الحاجات. الحاجات دي الاشكال دي ما تفسروهاش بشكل تاني. التفسير المنطقي الفظيع انه الحاجات دي حاجات عاديه ومفرحه بس، ملهاش اي تفسير تاني في دماغنا غير كده. انا جبت لك ده حقيقه يعني. يا خلاص. بصي شكله فظيع. قلت والله لا انا واخداه لده. دي هديتك يا السنه الجديده يا حبيبتي. يا حبيبتي كل سنة وانتي طيبة. طيبة يا حبيبتي. يا لميا كل سنة وانتي طيبة. بصي شكله فظيع وعجبني. انا بموت في الدباديب وبحب يعني، انا دماغي صغيرة شوية يا جماعة، فقلت والله لا انا واخداه لدعاء عشان يا حبيبتي. يا حبيبتي يا لميا ربنا يخليك يا قمر. تفتكريني كده بينا، احنا كنا مع بعض في بداية 2020. انا بقول انه فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى انه 2020 جت علينا، واحنا كون انا شغاله في التلفزيون من سنه 98، فمن 98 ل 2020 انا ما انقطعتش يوم الحمد لله عن الشاشه. الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. ودي يعني طبعا احنا مش شغالين في حكومه، الحكومه اللي يعني احنا شغالين في قنوات فضائيه ويعني حاجات يعني قنوات خاصة، يعني عادي جدا ممكن الصبح يعني يقولي خلاص عقدك خلص مش هنجدد لك. ففضل ونعمة يا رب. الحمد لله. الحمد يا رب لله. الحمد لله ان احنا موجودين على الشاشة ومكملين. دي نعمة من نعم ربنا لازم طبعا نشكر ربنا عليها. نشكر الناس اللي مدينا الدعم ده، لانه من غير الناس اللي بيتفرجوا علينا الحقيقة مش هينفع نطلع ولا نشوف شاشة ولا الناس تشوفنا ولا طبعا كده طبعا. الناس طبعا اللي على طول مدعمانا وعلى طول بتشكر في برامجنا او بتشوف او بتعمل نسب مشاهدة على رأي محمد ابني. احنا بنشتغل بحب قوي. الحمد لله. وبنبقى لسه انت كنت بتقولي انا بحب شغلي، انا كمان بحب شغلي قوي. احنا بنحب شغلنا قوي يا جماعة. يعني ممكن نبقى بنتعب جامد جدا والحاجة اللي هي بتطلع لو بنسجل ولا حاجة بتطلع قدامكم مفيش نص ساعة ولا ساعة، بتاخد وقت كبير. احنا بنقعد يوم كامل سايبين بيوتنا وسايبين ولادنا وقاعدين علشان خاطر نطلع حلقة بحب بجد. بنبقى مبسوطين وبنشتغل واحنا فرحانين وحابين شغلانتنا قوي وبنخلص ليها قوي. وزي ما دعاء بتقول كده، نعمه وفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا وانا بتدخل كل يوم بقعد اقول يا رب دمها عليا نعمه واحفظها من الزوال، ان انا طول ما انا على رجلي وقادره ان انا ادي ابقى موجوده وبطلع على الشاشه وبفيد الناس وبنعمل حاجه تفيد حضراتكم. يعني دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. انتوا نمتوا ولا نمتوا؟ انا سعيده انكم هادين وانكم لزاز كده ومؤدبين وجمال، ومبسوطه قوي يا مختار ان انت كده مش خايف من الكاميرا وطالع بتتكلم بمنتهى الثقه. انا كنت يعني الاتفاق كان محمد وكريم وقلنا دول الكبار، انما انبسطت قوي انه مختار يعني طلع كده وجاوب. انبسطت بيك يا محمد. انت عايز تطلع ايه يا محمد لما تكبر؟ فوتوغرافر. فوتوغرافر. ان شاء الله. مختار عايز تطلع ايه لما تكبر؟ عايز اطلع حارس مرمى كده زي الحضري كده. يا ولد. وانت يا كريم؟ لعيب كوره ان شاء الله. لعيب كوره ان شاء الله. لا بصي هو الكوره واكله دماغه. وكريم يعني تركيزه في الكوره بشكل غير عادي. كريم بيلعب كوره من وهو عنده 5 سنين، كان في وادي دجله ودلوقتي في البونه.
يعني دخل منتخب وبعدين الناشئين ويعني دايس في الحكايه يعني. لما دخلت وهو صغير كنت متخيله ان هي يعني شويه كده هوايه بقى وخلاص رياضه، لكن لا الموضوع محمد في برده في فريق الفولي، وهو ان شاء الله يبقى حد متميز يعني في الفولي. مختار بقى بيلعب حارس مرمى كده طياري، بس ان شاء الله ايه يبقى السد العالي ان شاء الله. انت عارفه ان كريم طلع معايا في حاجات كتير، كريم يعني ظهر معايا في البروموهات بتاعه البرامج قبل كده، كلام من القلب والدين والحياه، وظهر معايا في البرومو برضو بتاعه وبكره احلى، ظهر صوره كده يعني جسوره، بس كان فوتوجينيك، هو كان شويه فنان. كان شويه داخل في سكه التمثيل شويه. مع الاستاذ اهو طول النهار تيك توك وما تيك توك ونمثل ونقلد والمفنانين والكلام ده صح. وكريم برضو طب ما تمثلوا لنا مشهد كده نختم بيه. طيب تمثلوا حاجه هيتكسفوا انما قرود قرود في العادي. طب مين بره يعني برانا احنا الاثنين عايزين تقولوا له النهارده كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك، وتقول لي مين يا محمد؟ بص للكاميرا بقى وقول اللي انت عايز تقول له كل سنه وانت طيب. احب اقول لفرقتي وللكباتن بتوعي ومامتي وبابايا واختي واخويا. حبيبي كل سنه وانت طيب يا ديدو. انت عايز تقول لمين كل سنه وانت طيب بس مش احنا، حد بره؟ مش انتوا؟ لا مش احنا. كل سنه وانت طيب يا بابا، يا رب ترجع بالسلامه يا حبيب قلبي، ربنا يجيبه لك بالسلامه. كل سنه وانت طيبه يا روكي. حبيبي كل سنه وانت طيب يا محمد. يا روحي حبيب قلبي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت كريم؟ انا احب اقول لاختي كل سنه وانت طيبه، ويا رب خليكي ليا انا ومامتي. يا حبيب قلبي ربنا يخليك لبعض يا رب. وسنة طيبة يا لميا، وانت طيبة. ميرسي على الدبدوب الحلو ده. كل سنة وكل طيبة الناس طيبين وبخير، ويا رب سنة تكون سعيدة عليكم جميعا وتبقى يعني فالخير كده يا رب وتجيب الخير كله لكل بيوتنا وما تشوفوش فيها أي حاجة وحشة أبدا يا رب. أمين يا رب. كل سنة وحضراتكم بألف خير، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ويا رب سنينكم كلها تبقى حلوة وجميلة وكلها سعادة. كل سنة وانت طيبة يا دعاء، وسنة سعيدة عليك يا رب، وبداية سنة واحنا موجودين يا رب دايما مع بعض كده، ويعني في كل القنوات كده احنا مع بعض وبرامجنا مع بعض لا يعني انا دايما إن شاء مع الله بعض في الخير يا رب. احنا موجودين في النهار ان شاء الله، وربنا قاعدين هنا. ربنا يديمها نعمة علينا يا رب. كل سنة وكل السادة المشاهدين بخير وسعادة يا رب، سنة أو بداية سنة جديدة تكون سنة كلها خير وسعادة يا رب، وكل الناس تبقى محققة كل اللي نفسها فيه، ويبعد عننا وعنكم كل حاجة وحشة يا رب. سنة جديدة تمر عليكم بكل خير وسعادة.